لا يا لؤلؤ، انا مش موافق على اللي انت عايزه تعمليه ده. ما ينفعش تخلعي طارق. توافق ولا ترفض ايه يا مجدي؟ هو انت اللي بتتضرب وبتتهان؟ تعالى اتضرب بدالي وبعد كده ابقى وافق او ارفض. اكيد انا مش موافق ان هو يمد ايده عليكي، بس ايه اللي وصله لكده؟ ماليش فيه. انا اللي بيعمله معايا طارق ده عمره ما حد عمله معايا قبل كده. دي تاني مره يمد ايده عليا. بص يا مجدي، انت لو ما ساعدتنيش ان انا اخلع طارق هطلع لايف واقول للناس كلها ان مد ايده عليا واقلب الدنيا عليه. انت مجنونه يا بنتي؟ انت عايزه تعملي فضايح وتدمري نفسك؟ يا سيدي ادمر نفسي ولا افجرها؟ انا حره بقى. لا مش حره، طول ما انا شغال معاكي ما تبقيش حره. لو عايزه تمشي باللي في دماغك يبقى بكره يا بنت الناس نفسخ العقد اللي ما بيننا واعملي اللي انت عايزاه. ماشي، اعمل اللي يريحك. لولو انا خايف عليكي، ولو مشيت على دماغك هبقى بدمرك وبدمر مستقبلك. طب ما تمشيش ورا دماغي، خليني يا سيدي انا امشي ورا دماغك. حلها لي بقى. دلوقتي انا عايزه اسيب طارق وهو مش عايز يطلق، اعمل ايه غير ان انا اخلعه؟ المشكله مش في طارق، المشكله في بودة. انت عايز تدخل بودة في اي حوار وخلاص؟ انا مش فاهمه هو عمل لكم ايه عشان تكرهوه الكره ده كله؟ عشان بودة ده اللي مبوظ لك حياتك، وانا من ساعه ما شفته وما حسيتش انه بيحبك اصلا. ماشي، سيبك من حوار بودة ده عشان انا مش هقعد دلوقتي اشرح لك هو بيحبني ولا لا. حل لي موضوع طارق. لا ما ينفعش اسيبني من الحوار ده، عشان الواد ده اصل كل المشاكل. انت لازم تبعدي عنه، سواء بقى اتطلقتي من طارق او عايزه تكملي معاه. وكمان يا اختي طارق مش هيسيبك كده بسهوله ان انت تروحي البوده. ما تندمنيش يا مجدي ان انا جيت اتكلمت معاك. بص، حل لي موضوع طارق وشوفي هخلص منه ازاي. وانا يا سيدي هاجي اقعد معاك للصبح نتكلم في حوار بوده ده. ماشي؟ حاضر. تشربي ايه؟ قهوه ساده. ايه ده؟ دي كاميليا اللي هي بتتصل علشان تسأل الحوار اللي حصل امبارح بينك وبين طارق. انا مش هرد عليها. لا رد عليها، لا اي حوار وخلاص. شكلي كان زفت قدامها هي وجوزها امبارح. ايوه يا كوكي. ايوه يا مجدي، عامل ايه؟ انا الحمد لله. انا اسف على الموقف السخيف اللي حصل امبارح. ما هو انا بقى متصله مخصوص عشان اللي حصل امبارح. قول لي، هو طارق اتضايق بسبب الولد ده؟ لا ده عيل اهبل ورخم من جمهور لؤلؤ بيجري وراه في كل حته، وانت عارفه ان طارق بغير. انا عارفاه. ايه؟ انت بتقولي انك عارفاه؟ ايوه عارفاه. حته عيل نصاب لا راح ولا جه، دخل عليا دخله غرام وانتقام، كان فاكرني هبله وهمشي معاه في الجو ده. وبصراحه انا كنت عايزه انبه لؤلؤ بس ما عرفتش اقول ايه. ما افتكرش ان لؤلؤ غبيه علشان واد زي ده يضحك عليها. وما كلمتيش لؤلؤ ليه تقولي لها الكلام ده؟ بصراحه يعني اتحركت يا مجدي، علاقتي بيها لسه ما تسمحش، احنا ما بقيناش اصحاب انتيم قوي كده. ده غير ان انا كمان ما اعرفش هو داخل عليها انهي دخله. عندك حق. طب بقول لك ايه، خلينا بقى في المهم. انا منير اقترح عليا اقتراح حلو قوي، اعتقد هيبقى فيه مصلحه كبيره ليا انا ولؤلؤ. خير؟ قال ان احنا نغني اغنيه دويتو مع بعض. عارف ده لو حصل اعتقد الاغنيه دي ممكن تكسر الدنيا. فكره حلوه قوي، هبقى اكلم فيها لؤلؤ وارد عليكي. خلاص تمام. وانا عايزاك انت كمان تفكر وحياتك في الموضوع ده، عشان لو هيحصل انت اللي هتمسكه من اوله لاخره. حاضر يا كوكي، هبقى اكلمك بالليل. مع السلامه. سمعتي بودنك؟ اكيد في حاجه غلط في الحوار ده. بوده مش كده. هو ايه اللي في حاجه غلط؟ مستنيه يحصل ايه تاني عشان تصدقي ان الواد ده نصاب وبيضحك عليكي؟ ده كل الناس اللي بيحبوكي بجد قالوا لك ابعدي عنه. ويا ستي لو مكدبه كل الكلام اللي بيتقال على الاقل صدقي احساسي انا وامك.